نبدأ باللي خدوا اجازات ولا اللي ما خدوش اجازات؟ الاثنين. انت تحبي تبتدي؟ بص، هو انا عايزه اقول بس ان هي ليه الاجازه اساسا يعني بنحبها احنا في علم النفس، بنحبها للناس او النفس البشريه، علشان هي اتعملت علشان احنا نفضي الطاقات السلبيه اللي بناخدها من ضغوط ومن الحياه، ونملى مكانها طاقات ايجابيه. ففي حد ممكن ياخد اجازه طويله جدا ما يعرفش يعمل الحته دي، فما بيستفدش بيها ولا كانه خد حاجه، وحد ممكن ياخد اجازه قليله قوي زي يقول لك كده ايه ساعه ابرك من مليون، بس يعرف يستفيد بيها كويس قوي، فبالتالي تفيده نفسيا ويجدد طاقته فعلا ويخرج السلبي وياخد الايجابي، فيعرف يرجع لعمله ويعطي ويدي احسن ما عنده ويشتغل حلو. فهو مش بالمده، ده صاحب العمل نفسه هو اللي المفروض يقول للموظف اللي عنده خد اجازه. طبعا صح، طبعا ده دور مهم جدا على كل قائد. يعني عشان كده انا بستغرب جدا مثلا الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص لما مش بياخدوا اجازات. هو ده مش لصالح يعني اللي ما بيعملوش كده، في جهات بتعمل كده. يعني في حد قائد واعي دارس علم نفس كويس او درسه من الحياه عموما، ففاهم كويس جدا اهميه الاجازات واهميه الترفيه، وانه مش بعدد ساعات العمل، وانه ممكن حد يجي ينجز عمله في ساعه احسن من حد قاعد 10 ساعات وما بينجزش حاجه. فكل ما كان القائد بتاع المؤسسه واعي، كل ما كانت الموظفين أداها احسن. ده بنعرفه من ايه؟ من السعاده. يعني لو الموظف سعيد اعرف ان صاحب العمل ده انسان فعلا يستحق واعي. لو الموظف تعيس مهما كان بيروح قليل او كتير او ايا كان، اعرف ده طبعا القائد بيبقى عليه دور وعامل مهم وكبير قوي. لكن احنا مش في ايدينا في كل الحالات نختار القائد، فعشان صحيح. مش عشان احنا ما بنختارش القائد يبقى نكون تعساء، حتى لو كان هو وحش يعني ملناش دعوه، بس احنا في ايدينا ان احنا نستمتع او نمسك، يعني ما نخليش الاجازه عشوائيه. ازاي بقى نخطط لها في ان انا اعمل، يعني انا هقعد اتعب نفسي كمان وانا طالع اجازه؟ يعني هخطط وانا شغال واسيب الشغل واروح اجازه، اخطط وانا رايح لا أجازة. ده الاجازه دي بيخططوا لها من وهم شغالين فعلا، يعني بيخططوا لها ماديا على حسب انت هتقدر تحوش كام تستمتع بيه. يعني في قصدي فروق فرديه، ماشي، في ناس بتستمتع بالسفر، في ناس عندها سيكولوجيه البدائل مش لازم اسافر الساحل الشمالي لو هو غالي مثلا، بس انا ممكن اسافر مكان تاني بديل يناسب ظروفي. في حد مثلا لسنجل غير اللي مربوط باسره، اللي عدد اولاده 2 غير العدد، فانت بتخطط لها ماديا وبتستعد ليها نفسيا. وهل انت كمان هتكون مرتاح لما تقضيها كلها مع اهلك بس، ولا في وقت في الاجازه دي انت عايز تعمل جزء للعيله مثلا وجزء تاني لنفسك انت؟ عشان بستغرب قوي مثلا ما واحده جوزها ادها مثلا من اجازته 3 ايام وعايز يوم يطلع فيه هو مع اصحابه. الله. او العكس. خلينا في دي الاول، خلينا دي، انت بتجري كده ليه؟ بتجري في الكلام ليه؟ خلينا مع دي الاول. فتلاقيهم حضرتك يعني اللي هو طبعا، وهي كمان يقول لك لا ما تسيبش البيت، ما تسيبش العيال. على فكره هي انت لو ما سبتهاش تعمل ده، او انت لو ما سبتيهوش يعمل ده، طالما هو محتاج لده هو مش هيعرف يرجع يبقى عنده عطاء لبيته ولا العيال. صح. ومش ذريعه للناس بتغطي. بالمناسبه يعني احنا بنتكلم فيه ده مش ذريعه للناس ان هي تسيب بيتها واسرتها وتروح تتفسح طول الوقت مع اصحابها. لا لا، هي الدكتوره قالت ايه؟ ادى لزوجته 3 ايام على حسب كل واحد. ما هو في حد تاني هو اساسا طول الوقت الايام الطبيعيه هو مع نفسه، فعايز يكون في الاجازه بيعمل الحاجه اللي ما بيعملهاش، فعايز يكون مع اسرته. يعني على حسب، قصدي فروق فرديه في علم النفس. حد بيستمتع بالسفر، حد بيستمتع ان هو في ناس ما شافهمش من زمان ونفسه يشوفهم، اهله مثلا، صله الرحم، حد مش عايز اي حد خالص وعايز ينام، عايز يكون مع نفسه وعايز ينام، او عايز ينام جسمه محتاج نوم، هيستمتع بده، مش نوم بقى هروب او نوم زعل. ده بيفرق.